السلام عليكم. إن شاء الله في السيشن دي هناخد طرق بسيطة نقدر نشوف بيها الداتا اللي احنا بنتكلم عليها بقالنا 3 سيشنز لحد دلوقتي. يعني لو انا عندي variable او عندي function بتطلع ناتج، ازاي ممكن اشوف الناتج ده في شكل plot او شكل رسمة ممكن افهم منها بعض المعلومات. هنشوف ازاي ممكن نعمل رسومات في 2D، ازاي ممكن نعمل رسومات في 3D وهكذا، وازاي ممكن نلعب في بعض البروبرتيز بتاعت الرسومات دي. طيب في الاول خلينا نبص على حاجة بسيطة جدا. عايز ارسم فيكتور عندي، فانا هعمل فيكتور اسمه اكس، والفيكتور ده هخليه من 30 لحد 40، وعشان ما حطيتش ستيب فده معناه ان الستيب واحد. طيب لو جيت بعد كده قلت اول امر هنستخدمه عشان نعمل بلوتنج هو الكلمة نفسها بلوت اكس، فهقول له بلوت الفاريبل اللي اسمه اكس، فيروح مطلع لي الرسمة دي. طيب ايه الرسمة دي؟ عندي ستريت لاين من 30 لحد 40 اللي هو اللي احنا رسمينه، ولكن احنا ما حددناش ايه هو الاكس اكسس، ومع ذلك في عندنا اكس اكسس محطوط هنا من اول واحد لحد 11. طيب ايه الاكس اكسس ده؟ بلوت لو انا ما حددتلوش، اديت له ارجيومنت واحد بس او اديت له انبوت واحد بس، هيرسم الفاريبل ده وهيحط على الاكس اكسس الاندكسز بتاعه الفاريبل. يعني الفاريبل اللي اسمه اكس ده المفروض ان هو فيه على حسب كلام هنا، على حسب الكلام هنا في الورك سبيس هو فيه 11 element، فعشان كده هو ايه اللي ايه اكس ده من 30 ل 40، والالمنتس بتاعته 30 هو element رقم 1، 31 هو element رقم 2، 32 هو element رقم 3، وهكذا لحد element رقم 11 هو 40. فلو انا ما حددتش ثاني حاجه هو دايما بيرسم ال indexes في الاكس اكس. طيب افرض انا عايز اقول مثلا، افرض ان اكس ده هو عباره عن الاكس اكسس فعلا، وهاخده بعد كده اعوض بيه جوه حاجه. فخلينا نقول مثلا ان انا هعمل واي بيساوي واحد على، نعمل دوت برودكت دوت ديفيجن واحد على اكس. طيب فبقى عندي واي دلوقتي بيساوي ايه؟ بيساوي واحد على 30، واحد على 31، واحد على 32، وهكذا. عايزين نرسم بلوت لاكس واي. لو احنا هنديله اكس وواي فاحنا مدخلين له الفاريبل اللي عايز ارسمه في الاكس والفاريبل اللي عايز ارسمه في الواي. فيعمل ايه؟ هياخد نقطه نقطه من هنا، نقطه كورنت اكس مع كورنت واي ويحط نقطه، كورنت اكس مع كورنت واي ويحط نقطه، وبعدين يوصل البوينتس اللي هو رسمها دي مع بعض. لازم يكون اللينث بتاع الواي قد اللينث بتاع الاكس عشان يبقى عنده عدد كورنتس متساوي. طيب فهنعمل حاجه زي كده، يطلع لي اللاين ده. اللاين ده هو ايه؟ اللاين ده هو اسمه الاكس، الواي هو واحد على الاكس، فهتلاقي اللاين ان هو كل ما ازود الاكس كل ما اللاين عمال يقل. طيب زي ما قلنا هي دي 30 الاكس اكسس، دي الفاليو بتاعتها، 40 دي الفاليو بتاعتها. طيب جميل جدا، يبقى احنا كده لو احنا ادينا الاكس والواي هو هيحط هنا الاكس ويحط الواي. طيب خلينا نشتغل على فاريبل بسيطه دلوقتي عشان نبقى عارفينها كلنا. فبدل كل الكلام ده هنروح عاملين اكس من اول وجديد، من اول 0 0.1 لحد 4 باي، وبعدين نقول ان y ده بيساوي ساين اوف x، يطلع لنا زي ما انا اديت الساين فيكتور هيطلع لي فيكتور، وبعدين اقول له بلوت x y يطلع لي المنظر ده. طيب الفاليوز المرسومه تحت دي هي الفاليوز من 0 لحد 4 باي. عظيم. طيب افرض انا بقى عايز اغير في شكل البلوت ده اعمل ايه؟ لو احنا رحنا على الرسمه بتاعت الفيجر دي اللي بدات تطلع لنا، الرسمه دي بتطلع لنا لما نكتب امر بلوت. طيب هتلاقي هنا الزرار الاخراني ده حاجه اسمها show plot tools and doc figure. فلو احنا دوسنا على الزرار ده هتلاقي طالع لنا حاجه زي كده فيها بعض البروبرتيز. ايه ده؟ هتلاقي في علامات سودا دي بتقول ان البروبرتيز الموجوده تحت دي هي البروبرتيز بتاعت الفيجر ده. طيب لو انا رحت دوست على الرسمه بتاعتي هيبدا يظهر لي البروبرتيز بتاعت الرسمه نفسها. ايه البروبرتيز بتاعت الرسمه؟ اولا البلوت تايب اللي انا عامل له بلوتنج دلوقتي هو لاين، اللاين ستايل بتاعي ده ستريت لاين ولا داش ولا داش صغيره ولا داش ودوت وهكذا، او مفيش لاين خالص ويبقى مجرد بوينتس. طيب فممكن تختار من هنا ايه الحاجات دي، ايه اللاين ستايل اللي انت عايزه. ممكن تختار اللاين ويدث عايزه، هو حاليا هو نص، ممكن اخليه مثلا 3 فلاقي اللاين بقى اتخن. عايز اعمل ماركرز، يعني عايز البوينتس دي بدل ما هي توصل وخلاص عايز احط لها ماركرز، احط لها مثلا ماركر مربع. حجم الماركر ده مثلا اخليه 3 فيطلع صغير. الماركر ده لو هو شكل زي المربع ده مثلا من جوه مليان بايه اللي هو الماركر فيس،
والماركر ايدج بايه. فمثلا خلينا نقول ان احنا عايزين الماركر، الماركر ايدج يبقى احمر مثلا حاجه زي كده، او بلاش خلينا نقول عايزين الماركر ايدج يبقى ازرق والماركر فيس يبقى احمر مش باينه. يعني المفروض ان احنا عندنا لون احمر في النص ولون ازرق جوه، فخلينا نكبر الحجم شويه اهي. فاحنا كبرنا حجم الماركر هتلاقي ان انت عندك بقى عندك مربع لونه ازرق وفي النص بقى احمر. اللاين نفسه لونه ايه؟ اللاين نفسه لو انا حطيت ده صغير خالص، اللاين اصلا لونه ازرق. طيب حلو جدا، فدي بقى البروبرتيز احنا ممكن نلعب فيها. ايه تاني ممكن تلعب فيه؟ ممكن بقى ايه تروح تلعب خلاص ده الشكل نفسه. طيب ممكن نلعب في الاكسيس، فروحت ندوست على الاكس اكسس سوري رحت رحت دوست على الاكس اكسس، هيقول لي الاكس اكسس بتاعك الليبل بتاعه كذا، الليمتس بتاعته من 0 ل 14، الواي اكسس الليبل بتاعه كذا، الليمتس بتاعته من نيجاتيف 1 لحد 1، الزد اكسس مش موجود اصلا، والفونت اللي احنا بنستخدمه هو كذا. بعيد عن الفونت خلينا نتكلم على الليبل. مثلا رحت كتبت هنا قلت له ايه ده هو يا عم هو التايم وده قيمته تي، اللي انا بكتبه ده تلاقيه بدا يظهر على الاكس اكسس. طيب رحت على الواي اكسس قلت له ده الامبليتيود بتاعي بالفولت، فهتلاقيه بدا يظهر على الواي اكس. حلو جدا. طيب في حاجات تانية ممكن نبص عليها لو انا كبرت الشاشه دي شويه او برضو مش باينه. طيب ممكن انا اعمل سكرولنج هنا هتلاقيه بيقول لك ايه انت الاكس اكس اللي انت عايز تعمله ده عايز تعمله لينير ولا عايز تعمله لوج. يعني ايه؟ يعني حاليا انت لينير سكيل صح، وده كمان لينير سكيل. ممكن تخلي ده لو بنفس البوينتس انت استمتعت دي تبص عليه في لوج سكيل بشكل عامل ازاي. يعني بس خلينا نبص على الواي عشان الواي ده هو الاشهر. لو رحت على الواي بصيت عليه باللوج سكيل هلاقي الشكل طلع حاجه عجيبه كده. دي البوينتس يعني بغض النظر عن تفسير الكلام ده ايه، البوينتس اللي فوق دي هي البوينتس بتاعت ال1، البوينتس الصغيره دي هي البوينتس بتاعت الزيرو اللي هي بتنزل تحت خالص دي البوينتس بتاعت الزيرو وهكذا. ما علينا خلينا نرجع للينير سبيس. لو احنا في حاجه عايزين نبص عليها باللوج ممكن نعمل لوج سبيس. طيب ريفرس بيعمل ايه؟ ريفرس بيشقلبه يمين وشمال مش اكتر. طيب حلو جدا، فده مثلا لو انا عايز العب في الكلام ده. طيب ممكن ايه احط جريد، احط جريد في الاكس، احط جريد في الواي، احط جريد في الزد لو في زد مفيش زد اصلا. طيب فده الكلام ده. طيب فدي البروبرتيز اللي انا ممكن العب فيها في الشكل. لو انا بصيت هنا لو انا طلعت اخترت الشكل خالص ممكن احط تايتل للفيجر حاجه اسمها فيجر نيم، اقول له مثلا this is ولا ده غلط سوري انا اسف تقريبا هنا هو التايتل سوري. لو انا اخترت برضو المربع ده وقلت له تايتل this is a sine plot، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اغير في الشكل اللي انا برسمه ده، اغير في لونه عرضه الستايل بتاعه الماركرز بتاعته، اغير في القيم بتاعت الاكس اكسس والواي اكسس، احط تايتل الاكس اكسس. ممكن مثلا اقول له ايه هو حاليا بيرسم من 0 ل 14، اقول له انا عايز ارسم من فضلك بس من 0 ل 5، فيروح واخد لي جزء من الرسم. عايز ارسم من 0 ل 7 يروح واخد لي من 0 لحد 7 وهكذا، من 0 ل 10 وهكذا. طيب حلو جدا، يبقى احنا ممكن من خلال اللي احنا فتحناه ده اللي هو البروبرتي تول ممكن نغير في الرسمه بتاعتنا. لو عايزين نرجع تاني من غير ما يبقى في بروبرتي تول اقول له هايد البلوت تولز يرجع للرسمه الاساسيه. طيب جميل جدا. المشكله في ايه؟ المشكله اللي احنا عملناها ده محتاج ان انا بنفسي ادخل اعمل له اديتنج، يعني محتاج ان انا ادخل اغير اللون واغير الماركر واغير وات ايفر اللي احنا قلناه من شويه بايدي. ده حاجه مش ظريفه جدا ان احنا نعمل بروجرامنج. اللي احنا عايزين نتعلمه فعليا بقى في السيشن دي هو ازاي ممكن اتحكم في التولز بتاعه البلوتس من غير ما اضطر ان انا ادخل اعمل حاجه بالماوس والكيبورد وهكذا، مجرد ان البروجرام بتاعي يعمله. اخر حاجه عايزين نبص عليها قبل بس ما نقفل الرسمه دي هو حاجه اسمها الليجند. ايه الليجند؟ الليجند هو مفتاح الخريطه. حاليا احنا عندنا رسمه واحده بس، فلو ما قلت هنا على انسرت ليجند طلع لي ده بيقول ان دي داتا 1 عشان احنا لسه مش مسمينها. داتا 1 هي الرسمه اللي احنا رسمينها دي. طيب فممكن نسميها ايه؟ نسمي دي ساين ويف. عملت كده ازاي؟ ان انا يا دوب دوست دبل كليك على الكلام وكتبت مكانه وبعدين دوست بره فحسب لي ساين ويف. طبعا ممكن احرك مكانه زي ما انا عايز كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. المهم ان ايه؟ ان هو دلوقتي موجود. طيب عايزين نشوف بقى اللي احنا عملناه دلوقتي ده ازاي ممكن نعمله بالراحه. هنعمل نفس التغييرات اللي احنا قلناها من شويه دي لكن من غير ما
ندخل نعمل اي حاجه في الـ في الـ في الـ figure tool box. طيب هنقفل ده تاني ونبدأ نبلوت. ادي بلوت، تعالى كده على جنب، تعالى كده يعني. طيب عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين اولا نحط تايتل، فتايتل بسيط جدا، اقول له تايتل this is another plot controlled using commands. طيب اللي احنا كتبناه هنا ده طلع هنا. طيب عايزين نحط ليبل على x axis وليبل على y axis، ممكن اقول له x label time t، تمام. نفس المنظر y label amplitude b ال v، طلع برضو حاجة هنا، عظيم جدا. طيب يبقى احنا كده ايه الحاجات اللي احنا عملناها بره الرسمة، الحاجات اللي احنا عملناها بره الرسمة ممكن نعملها باستخدام الكوماندز دي، تايتل اكس ليبل واي ليبل وهكذا. طيب خلينا نقول ليجند، انا عايز اكتب في ليجند، عايز اكتب ساين ويف، اقول له ليجند ساين ويف، طلع لي الليجند بتاعي، عظيم جدا. يبقى احنا كده فاضل بقى ايه اللعب اللي احنا لعبناه شويه في البلوت نفسه. فممكن نعمل ايه بقى؟ فعليا وانا بعمل بلوت كان ممكن احدد كل الحاجات اللي انا كنت عايز احددها دي. خلينا نروح نبص على الهلب بتاع الكوماند اللي اسمه بلوت. هلب بلوت هتلاقيه طويل شويه لكن مع الوقت يعني هتستفيد منه. دلوقتي بلوت ايه؟ بيقول لك اللي احنا حاجات اللي قلناها من شويه، plot x y plots y vector versus vector x اللي هو اللي احنا عاملينه من شويه. طيب plot if x or y is a matrix and the vector is plotted versus the rows or columns of the matrix whichever line up. طيب plot y بي plot ال columns بتاعت ال y versus ال index بتاعتها زي ما احنا ورينا في الاول، حلو. various line types plot symbols and colors may be obtained with color كذا 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 كذا. ايه ده؟ بيقول ايه لو انت S في الآخر ده is a character string made from one element from each of the following. يعني لو أنا قلت له plot xy بعدين قلت له c plus dot، ده معناه أنا بختار حرف من أول مجموعة وحرف من تاني مجموعة وحرف من تالت مجموعة، كل واحد فيهم بيعبر عن حاجة، ده بيعبر عن اللون، ده بيعبر عن شكل الماركر، وده بيعبر عن الستايل بتاع الخط. فلو أنا قلت له زي ما هو عامل كده c plus نقطتين، ده معناها ان انا عايزه يبقى يطلع صيان اللي هو لبني فاتح تقريبا يعني، بعدين بلس هيطلع ان الماركر علامه بلس، ودوت نقطتين فوق بعض يطلع ان هو دوتت. خلينا نجرب الكلام ده. فاحنا قلنا بلوت اكس كوما واي سي بلس نقطتين يطلع لنا شكل عامل كده، تمام. طيب حلو جدا. افرض انا اخترت ان هو داش، داش معناه ايه؟ داش واحده معناها ان هو هيطلع خط صلب، ان النقط كلها بتوصل ببعض كده. دبل داش معناها ان النقط ان الخط اللي ارسمه هيبقى داش لاين، تمام. ما اعرفش ده باين ولا مش باين، ما علينا. طيب لو انا مش عايز، لو انا عايز البوينت تطلع بوينت زي ما هي احط دوت، لو انا مش عايز اي حاجه تانية راح كاتب محددش يعني محددش خالص، لا ده ولا محددش اي واحد من الاربعه دول اسيبها فاضي، انا قعدت كده قلت له مثلا كده هيطلع اي بوينتس وخلاص من غير ما توصلني بحاجه. لو حطيت انت من تالت هيطلع الشكل اللي انت بتقول عليه. طيب بدل صيان خليها رد فيطلع لنا حاجه بالمنظر ده، حلو جدا. عايز اعمل دايره، فالدايره هتضطر تفتح القلب بقى كتير عشان كده هتبص هنا الدايره هي او، فانا عايز اطلع دايره ادوس او. عايز اطلع اكس مارك يبقى احط اكس، عايز اطلع ستار يبقى احط ستار، ساين سكوير يبقى اس، دايموند يبقى دي، ترينجل اللي تحت في، وهكذا، تمام. طيب فخلينا نقول مثلا انا شخصيا بحب السكويرز واحب ان هي تبقى سوليد، فيطلع لي حاجه بالمنظر ده، حلو جدا جميل. في حاجه بس نقطه بسيطه خلينا ناخد بالنا منها، ان انا دلوقتي بعد ما رجعت رسمته من الاول، خلينا نتاكد بس من الكلام ده. اكس ليبل اللي عملناه كده، فين احنا عملنا بلوتنج تاني، هتلاقي ان الرسمه يعني دلوقتي كان في اكس ليبل
صح؟ لو انت بلوتينج تاني الاكس ليه بالراحة. اللي حصل ان انت لما تعمل بلوتينج بالمنظر اللي احنا فيه دلوقتي ده، الرسمه اللي انت راسمها بالكامل، كل حاجات اللي عملتها على اكس اكس، كل حاجه انت عملتها على واي اكس، اي حاجه عملتها في الرسمه هتتمسح وتتعمل من اول جديد لما تعمل بلوتينج تاني. دي مش حاجه ظريفه. في الكيس اللي احنا فيه لحد دلوقتي، اللي هنعمله ان انت تروح راسم الرسمه بتاعتك، وبعدين تبدا تحط بقى اكس ليبل بكام، واي ليبل بكام، التايتل بكام، الليجند بكام، الى اخره. تمام. طيب عايزين نعمل جريد، فنقول جريد بيساوي اون، فيطلع لنا جريد بالمنظر ده. طيب يبقى احنا كده باستخدام الكوماندز دي عرفنا ان احنا نعمل، مجموعة من الفاريبلز، سوري، عرفنا ان احنا نرسم فاريبل واي مع اكس. طيب افرض انا عايز ارسم فاريبل كمان، او عايز احط رسمة تانية على نفس الرسمة دي. مشكلتنا ايه لو انا جيت رسمت رسمة جديدة هتمسح؟ فور اكزامبل، خلينا نقول ان y2 بيساوي، او يعني خلينا نقول y الاول، بيساوي ساين، خلينا نقول y2 بيساوي 0.7 multiplied by ساين، فيطلع ان هي ساين اصغر شوية. طيب ادي y2، هعمل بلوت، ل x مع y2، واسمي ده بلو، تلاقي بي هي البلو و o هي الدايرة. طيب ادي رسمة بلوت، الرسمة القديمة اتمسحت وطلع لنا الرسمة الجديدة اهو. طيب نعمل ايه بقى؟ خلينا نرسم الرسمة الأولانية تاني. الرسمة الأولانية بتاعتنا أهي plot، سوري، الرسمة الأولانية بتاعتنا plot r، بعدين legend x label y label title، في حاجة تانية grid on، دي كده أول رسمة. طيب عايزين بقى الرسمة دي لما أرسم عليها تاني ما يروحش، ما تروحش الرسمه الموجوده. فده بنعمله ازاي؟ بنعمل حاجه اسمها هولد اون. يعني ايه هولد اون؟ يعني كيب، او افضل مخلي الرسمه الموجوده زي ما هي، نفس الفيجر ما تمسحوش، هنزود اي حاجات زياده. فلو قلت هولد اون معنى كده انه اي حاجه هنعملها دلوقتي هتفضل موجوده. طيب هنعمل ايه؟ نروح قايلين بلوت بقى المره دي الاكس واي 2، هتلاقي ان هي طلعت على نفس الرسم، واحدة بدوائر واحدة بتاع. الليجند لسه واحد، لأن لازم أرجع أعرف الليجند جديد، أقول له ليجند ساين ويف. طيب الفكرة كلها إيه؟ إحنا عملنا بلوتنج لأول رسمة اللي هي الحمراء، وبعدين عملنا بلوتنج لتاني رسمة اللي هي الزرقاء. ليجند بياخد إيه؟ ليجند بياخد اللي هيكتبه على كل واحد فيهم بالترتيب اللي أنا رسمتهم بيه. يعني أنا رسمت الحمراء الأول، أقول له إن ده ساين ويف أوريجينال، بعدين كوما تكتب التكست الجديد تقول له ساين ويف 0.7، يطلع لك حاجه زي كده. طيب حلو جدا، جميل جدا. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا نسينا نعملها، ازاي ممكن العب في النهايه والبدايه بتاعه الاكس اكسس؟ احنا خدنا اكس ليبل، اكس ليبل بيقول لنا ايه اللي موجود، او ايه الكلمه المكتوبه على الاكس اكسس. في حاجه اسمها اكس ليميت. اكس ليمت بيعمل ايه؟ اكس ليمت بياخد فيكتور، سوري، اكس ليمت بياخد فيكتور كده، او يعني كونكاتينيتد كونستنت مع بعض، اتنين كونستنتس يعني، واحد بيقول له البدايه فين، بيقول له النهايه فين. فالبدايه يا عم هي صفر، والنهايه الله يكرمك خمسه، يطلع علينا حاجه كده. طيب الواي ليمت يا عم اولها، هي عندنا هنا اولها نيجاتيف واحد واخرها واحد، فهنا خليها بدايتها صفر واخرها اتنين، يطلع لنا حاجة كده. طيب بدايتها نيجاتيف اتنين واخرها اتنين، فيطلع لنا حاجة كده. تمام. فاللي انت بتحدده بيغير الاكس ليميت. جميل، حلو. فده كده ازاي ممكن ارسم اتنين بلوتس على نفس الرسم، كلام رائع. خلينا بقى دلوقتي نحاول نشوف ازاي اللي احنا اتعلمناه دلوقتي ده ممكن يخلينا، يعني اللي احنا اتعلمناه لحد دلوقتي في البلوتس، زي اللي اتعلمناه المره اللي فاتت في اللوبس، ازاي ممكن يخلينا نرسم مجموعه من الرسومات مع بعض باستخدام كود. تخيل مثلا ان انا في الاخر عملت كود اخترع سبحان الله الذره وعمل الساين فانكشن، فهنعمل ايه؟ هنقول دلوقتي احنا عندنا اكس بالاول كده، عايزين نعرف اكس يا سيدي من 0.1 لحد 10 باي، ما تضايقش نفسك. طيب لحد 10 باي عندنا مجموعة من الوايز، الواي دي هي ايه؟
الواي هي الساين بتاعتنا صح؟ واي هي ساين اوف اكس. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرسم مرة واي 1، عايزين نرسم مرة واي 1 اللي هي بتساوي عبارة عن ساين اكس زي ما هي، ومرة واي 2 اللي هي عبارة عن 0.5 ساين زي ما هي، ومرة واي 3 اللي هي نيجاتيف 0.3 ساين اوف اكس. طيب كلام جميل. الاكس دي عبارة عن ايه؟ الاكس دي عبارة عن رو. تمام. طيب لو احنا لو الناس جمعت ايه اللي احنا عملناه في اول هومورك، فالمفروض اللي انا اعمله دلوقتي ده يكون مفهوم شوية. انا هاخد الواي اللي انا عملتها دي راح اضربها مرة في 1 و 0.5 ونيجاتيف 0.3. تمام. هضرب الكلام ده في ساين او في سوري في واي، يطلع لي واي توتال. ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ انا جبت فيكتور كده، خلينا نكتبها في كومنت. جبت فيكتور، الفيكتور ده عبارة عن 1 0.5 -0.3. الكلام ده هضربه في ايه؟ الكلام ده هضربه في الساين بتاعتنا. فلما اضرب ساين رو، لما اضرب كولوم فرو، اللي يحصل ايه؟ هيطلع الرو ده مضروب في اول كوفيشنت، زائد الرو ده مضروب في تاني كوفيشنت، زائد الرو ده مضروب في تالت كوفيشنت، وده في ده محطوط في اول رو، ده في ده محطوط في تاني رو، ده في تالت محطوط في تالت رو. فاللي احنا عملناه ده طلع لنا النتائج دي، طلع لنا واي 1 في اول رو من واي توتال، واي 2 في تاني رو من واي توتال، واي 3 في تالت رو من واي توتال. طيب تاني اللي مش مجمع الحته دي اهي، عندي كولوم، الكولوم ده ايه؟ 3 في 1، ضربته في حاجة عبارة عن 1 في n، فيطلع لي حاجة 3 في n. تمام. ده الميتريكس الجديدة نتيجة ضرب الفيكتور ده في رو ده. عبارة عن ايه الميتريكس دي؟ لما اضرب كولوم في رو، ده معناه ان انا بكرر الرو ده على حسب كل element موجود في الكولوم، فكرره مرة ب 1 ومرة ب 0.5 ومرة ب negative 0.3. فدي واي توتال. دي طريقة. الطريقة التانية ان انت ممكن تعمل حاجة، يعني دي طريقة احد الطرق. الطريقة التانية ممكن تقول حاجة زي كده، or تقول y total او تقول for i equal من 1 الى 3 او i equal من 1 الى 3 y total of i او double i. انا مسمي double i عشان بس ما اتلخبطش مع complex. y total i double i بيساوي عبارة عن a of ii مضروب في sin مضروب في y. طيب and و a هنسميها بره ب 1 0.5 negative 0.3. ايه ده تاني؟ الكود ده بسيط. عملنا ايه في الكود ده؟ سمينا او حطينا التلاتة variables، التلاتة constants عايزين نستخدمهم، 1 0.5 negative 0.3 حطيناهم في row او vector او اي حاجة مش فارقة. بنقول ايه؟ ان لو خدنا ولفينا ثلاث مرات، 1 2 3، لو خدنا a of ii، لو خدنا a of 1 اول مره هيطلع 1 صح، او element 1 ضربته في y وحطيته في الرو رقم ii في y total اللي هو الرو الاولاني، بقينا لفينا بقينا في i equal 2، خدت الكوفيشنت الثاني في a اللي هو 0.5 ضربته في y وحطيته في ثاني رو، بقينا ثالث مره خدت الكوفيشنت الثالث ضربته في y وحطيته في ثالث رو. ده الكود ده مكافئ لده بالظبط. ده الفرق كله ان ده بيران اسرع. طيب في اخر السيشن هنتكلم ازاي ممكن نعرف ان الكود ده بيران اسرع من الكود ده ولا لا. طيب المهم، فده يا عم فور ناو كده، الله يكرمك، خليه عندي ككومنت وخلاص. تمام. طيب فواي واي توتال بيساوي الكلام ده. حلو ده كمان حلو جدا. تمام. عايزين بقى نعمل بلوتنج. فعشان نعمل بلوتنج هنعمل ايه؟ خليني اقول انا عايز ارسم اول واحد بلون الاحمر، تاني واحد بلون الازرق، تالت واحد بلون الاسود. فنعمل كده نقول بلوت
بلوت اكس مع واي توتال، صح؟ انا عايز ارسم ايه؟ الرو بتاع الاكس مع اول رو في الواي. لو قلت له واي توتال على طول ممكن يحصل لي مشكله، فواي توتال اوف واحد كده. وبعدين اقول كوما، ده عايزه بلو وعايزه او دايره وعنده وعايزه كونستنت لاين. ادي اول رسم، تاني رسمه، تالت رسمه، تاني رسمه هي 2، تالت رسمه هي 3، وده عايزينه ريد. ولو بصيت في التي في الـ في الهلب بتاع البلوت هتلاقي ان البلاك معناها كده. وده عايزينه سكوير، وده عايزينه ستار يا سيدي. تمام، طيب تعال نرسم الرسمه دي. فالرسمه دي تحصل ايه؟ الرسمه دي يحصل ايه؟ فالرسمه دي لها سميناها ديسكتوب، قلنا ماتلاب اي حاجه بلوتس. ماشي، خلينا نرن بقى الكود ده. طيب تمام، ات باس فور ناو، خلينا نخلي ات باس دي على جنب. طيب عملت كده، طلع لي ايه؟ طلع لي رسم تلات رسومات دول. خلينا نقفلها بس عشان دي كانت يعني حظنا حلو وطلعت صح. خلينا نقفلها ونرن اول جديد. لو رن اول جديد هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا بس اخر رسمه اللي هي البلاك، اخر رسمه اللي هي البلاك. ليه اخر رسمه اللي هي البلاك هي طلعت؟ عشان ما فيش هولد اون هنا خالص. فبعد اول رسمه ممكن اقول هولد اون. دي طريقه. فعملت كده، قفلت بقى الرسمه دي، قلت له رن حماده هولد اون. ادي اول رسمه اللي هي بالازرق، تاني رسمه اللي هي بالاحمر، بعدين الرسمه الثالثه اللي هي بالاسود. تمام، حلو جدا. دي طريقه. طريقه تانية ممكن اقول له ايه؟ من فضل حضرتك اعمل لي فيجر وبعدين هولد اون، وبعدين ارسم الثلاث رسومات دول. عايزين نعرف فيجر ده بيعمل ايه؟ زي ما المره اللي فاتت عايزين نديبج. ادي بريك بوينت ورن، وقفنا عند فيجر، صح؟ فيجر لحد دلوقتي ما عملش اي حاجه. بعدين ستيب، ستيب معناها ان انت فتحت سوري ستيب دي لما عدينا على فيجر معناها ان انت عملت فتحت فيجر، لكن الفيجر ده فاضي ما عليهوش اي حاجه. بعدين دوست هولد اون، فبقى عندك هولد اون معناها ان انت خلاص بدات ترسم. فراح عمل اكسيز من 0 ل 1 في الاكس ومن 0 ل 1 في الواي، وخلاص رسمت اول رسم اهي. عشان هولد اون معمول على الاكسيس ده من الاول، لما ترسم تاني رسمه هتطلع عليها، ترسم تالت رسمه تطلع عليها، وهكذا. طيب يبقى حاليا احنا عملنا ايه؟ عملنا كود بيجنريت ساينات بكوفيشنس مختلفه، وعملنا بلوتنج باستخدام الثلاثه كوماندز دولت. ده ما هواش حاجة ظريفة. ليه ما هواش حاجة ظريفة؟ ليه ما هواش حاجة ظريفة؟ اقول لك دلوقتي، تخيل ان احنا عايزين، تخيل ان احنا عايزين نعمل الكلام ده اوتوميتد. فالمفروض بقى لما اكتب 1 2 3 المفروض اعمل كده، اقول 4 اي بيساوي 1 3، بعدين اقول end. بس كان باب التنظيم، فيطلع هنا ايه؟ لو قلت هنا اي اي فيقول اي اي وخلاص، صح؟ المشكلة كلها ايه؟ ان انت عايز كل مرة ترسم بكالر مختلف، او ترسم بمجموعة من الحاجات مختلفة. فنعمل ايه؟ هنروح قايلين كده اهو، نحط دي كده اي اي، ونقول ده اللي احنا بنعمله ده ما هواش قانون. اللي احنا اللي بنعمله سو فار كده من اول السيشن دي هو مجرد تريكس بروجرامنج، ازاي ممكن تستخدم بعض الحاجات في الماتلاب عشان تسهل الدنيا عليك. فاحنا نعمل ايه؟ بدل ما اقعد ارسم كل الرسومات بايدي، هروح اعمل فور لوب بترسم رسمه رسمه. الفكره كلها في موضوع كوفيشنز. فنعمل ايه؟ هنروح مسمين هنا بلاش سي سي، ممكن نسميه ايه؟ كوفيشنت of ii وقول بس. حلو جدا. فالكود ده بيقول ايه؟ بيقول ان هو
هيجي لما يجي يعمل بلوتنج راح احط اكس في الاكس اكسس، وفي الواي اكس ياخد واي الرو رقم اي اي في واي، وبعدين يحط الكوفيشنتس هي الرو رقم اي اي في كوفيشنتس. طيب ايه كوفيشنتس دي؟ احنا ما نعرفش، فخلينا احنا الكوفيشنتس دي من الاخر هي فيكتور هنحطه بره نحط فيه كل الاوبشنز اللي احنا عايزينها. فادي كوفيشنتس بيساوي اول هام كان اول واحد عايزين نرسمه ازاي، اول واحد كنا بنرسمه بلو او داش، تاني واحد كنا بنرسمه ريد سكوير داش، تالت واحد بنرسمه هو بلاك بلس داش. تمام. طيب ده عمل ايه؟ ديباجنج تاني يا عم. حلو جدا، ادي قفلنا ده. ران فيجر عمل رسم، عمل فيجر فتح الويندو، هولد اون عمل اكسيز، بعدين بدأنا بقى نشوف ايه كوفيشنتس. طيب كوفيشنتس متضايق من ايه؟ dimensions of matrices being concatenated are not consistent. ليه برنس دلوقتي لو انا خدت ده كده حطيته هنا هيطلع لي ان الانسر عبارة عن كذا. طيب خدت الانسر حطيت تحتيه الانسر كمان يطلع كده. طيب if انا خدت دول قلت مثلا b o i b o dash و r s dash. طب ما ايه الكلام على جنب بعض. تمام حلو. من تلات واحد k عرض فيه plus dash what's the problem. انا اسف هنا في سيمكولا ناقص بدل كوم، انا اسف. طيب تاني ديبوك ادينا عرفنا غلط، كان معانا ديبوك عرفنا المشكله في الغلطه دي فاحنا حليناها ماشيين وراها حته حته لحد ما عرفنا الفرق. طيب ران، او خلينا قبل ما نرن نقفل الفيجر ده وين رن رن بعدين هوب هولد اون كوفيشنتس كوفيشنتس زي ما شفنا طلع لنا حاجه كده كوفيشنت، احنا كده طبعنا كوفيشنت طلع لنا كده بي او اي ار اس اي ار اس داش كي بلس داش. طيب بعدين فور، الفور بتقول ايه؟ بتقول اول مره هنشتغل على الاي اي بتساوي واحد. طيب فدخلنا البلوت، خلينا نفتح كده بلوت جنبنا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البلوت اول واحده المفروض ان هي ترسم واحده كبيره اكبر ساين بازرق واو وداش اهي. طيب بعدين لفينا، لما لفينا ايه اللي حصل؟ دلوقتي نبدا نرسم تاني رو لان الاي بقت ب 2 2 وكوفيشنز كمان هتختار تاني اختيار اللي هو ار اس داش تك بس نفس الكلام. بعدين تالت مره هرسم تالت رو وهرسم كي بلس اي كي بلس داش فيطلع الشكل ده. حلو كلام جميل جدا. ده كده نهايه الكود. طبعا في الاخر بقى ايه عايز تزود تروح قايل لي بقى اكس ليبل، ده بقى على كل الرسمة x label of t احنا ممكن حتى نجيبهم من بره كانوا فين دول x label of t y label بيساوي amplitude t خد كوبي كده حطهم هنا. تمام فاهم بقى تقول له ايه دلوقتي عايزين نرسم legend فممكن نقول له احنا عندنا تلات رسومات فقول له legend كده اهو legend بيساوي sine و 0.5 ساين وتالت واحدة عشان عندي تلات رسومات ف نيجاتيف 0.3 ساين سوري فيطلع لنا هو انا معلق ليه سوري ده انا كنت فاهم فايل ادي انت رانت. طيب فا خلاص دلوقتي هنبدأ نرن الام فايل، كتبنا اكس ليبل والواي ليبل والليجند، خلينا نقفل الرسمة دي الأول ونرن. طلع لنا حاجة كده تلات رسومات ساين 0.5 ساين 0.3 ساين. طيب فده ازاي ممكن تتخلي
تعمل بلوتس جوه الكود بتاعك. ازاي تعمل بلوتس جوه الكود بتاعك؟ طيب كلام جميل. عايزين نعمل جريد. جريد برضو سهله، ممكن نقول جريد اون فيروح رسم لنا البتاع. خلينا نجرب نعملها احنا في الكوماند ويندو. جريد اون راح عمل لنا الجريد على الرسم. طيب سؤال خطير دلوقتي، اذا انا عايز اطلع اكتر من رسم، يعني انا عايز اطلع الرسمه دي وبعدين كمان شويه ارسم مجموعه من الكوزاينز ومش عايز اقفل الرسمه دي، اعمل ايه؟ عايز مجموعه الكوزاينز تطلع في رسمه جديده، بسيطه جدا. اعمل كده فيجر بعديها وابدا ارسم فيجر وهولد اون وابدا ارسم من اول وجديد. ده يعمل ايه؟ فيجر راح فاتح لي ويندو جديده. خلينا نعمل كده، ادي بره فيجر فتح ويندو جديده غير الويندو الموجوده اصلا. بعدين هولد اون عمل اكسيس جديده غير الاكسيس الموجود اصلا، وهكذا. وهنبدا نبلوت على ده. كلام رائع. طيب بعض بقى المانيبيوليشن شويه. اولا لو احنا جينا على قفلنا دي كده بقينا نتكلم عادي دلوقتي خلاص في اكس ليم، قلنا ان اكس ليم بتاعتنا عايزين نخليها من زيرو لحد خمسة، فيطلع لنا حاجة بالمنظر ده، او من زيرو يا سيدي بلاش لحد عشرة فيطلع لنا حاجة بالمنظر ده. طيب اللي احنا عايزين نعمله ايه بقى؟ لو فاكرين في الانترودكتوري فيديو كنا بنعمل رسمة زي دي كده بتتحرك بتسويب على الرسم. فعليا لو انتوا يعني ممكن يكون ناس باي الوقت ده خلاص لقطوا احنا هنعمل ايه. احنا قاعدين بنتلاعب في البروبرتيز بتاعه البلوتس باستخدام الفور لوبس او باستخدام الحاجات اللي خدناها السيشن اللي فاتت. طيب لو انا عايز اتلاعب في بدايه ونهايه، يعني لو انا عرفت اخلي بدايه ونهايه البلوت يتحركوا، ده يخليني اشوف البلوت على اساس كانه بيجري عندي على الشاشه، صح؟ طيب ازاي ممكن اعمل كده؟ بعد ما خلصنا البلوت وعملنا كل حاجة وبتاع وعملنا الجريد وحاجة زي الفل، تعالى هنا بقى. موضوع بسيط جدا 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 جدا. فور او بلاش وايل وايل بلاش نقول وايل ايه، خلينا دلوقتي نكتب بس الكود اللي في النص. وايل دي احنا نفضل نكرر اللي احنا بنعمله ده لحد ما نوصل لشيء معين، ساعتها نطلع من وايل. فنقول اكس ليم، انا عايز اغير الليمتس بتاعت الاكس. فاكس ليم كده هي اصلا دلوقتي من كام لكام؟ الرسمه اللي احنا شايفينها قدامنا دي هي من 0 ل 10، صح؟ فاكس ليم من 0 ل 10 مظبوط. طيب احنا عايزين بقى الكلام ده نزود عليه حاجه، يعني عايزين نزود هنا على الزيرو شيء وعايزين نزود على ال10 شيء. فخلينا نقول مثلا هنزود عليهم 0.1 0.1، صح؟ فلو عملنا كده اللي هيحصل ايه؟ ان هي هتبقى 0 بلس 0.1 و10 بلس 0.1 كانها ما لهاش حاجه، اللي هي تفضل ثابته. عايزين الكلام ده يكون بيتغير، فنقول multiplied by jj وهنا multiplied by جي جي. ايه اللي يحصل لو جي جي دي بلاش يا عم اسم مضحك اصلا كي؟ طيب لو كي ده بصفر يبقى هنبقى عندنا 0 و10، لو كي ده بواحد يبقى عندنا 0.1 و10.1، كي باتنين يبقى 0.2 و10.2 وهكذا. طيب عايزين نغير كي، فالكي طبعا لازم كل لفه نروح مزودينها بواحد اكيد. انا هقف امتى؟ هقف لما الاكس اخر اكس عندي في الرسمه، اخر اكس عندي في الرسمه تكون اخر اكس عندي في الرسمه يكون الاكس ليميت وصل اخرها. الاكس ليميت اخره فين؟ الاكس ليميت هو ده 10 زائد 0.1 في كي. فانا عايز دايما يكون ال10 زائد 0.1 في كي اصغر من اكس اوف، لو عايز اجيب اخر element في الاكس اعمل ايه؟ لو فاكرين من تاني سيشن اخر element في الاكس كنا بجيبه في اكس اوف اند.
اللي احنا خدناه في السيشنز اللي فاتت بدأ كله يظهر دلوقتي واحنا بنلعب ببعض البروجرامز في الماتلاب. عايز يبقى اخر element يبقى عايز x of n، فعايز دايما ان 10 plus 0.1 في k يكون اصغر من x of n. طيب ده run البروجرام ده definitely هيطلع error، يا اما مش فاهم اكيد. عمل plotting وبعدين طلع لي error بيقول لي unidentified function or variable k في line رقم 28 من اللي انت بتعمله. طيب ادي لاين 28، هو عايز دلوقتي يتشيك الكونديشن ده وما يعرفش الكي، فلازم طبعا قبل ما يبدا اللوب نقول له ان كي بتساوي صفر. طيب خلينا نحاول نرن. طيب بالراحه كده وخطوه خطوه، ادي رن وحطيت انا بريك بوينت عند الوايل، ادي خلصنا البلوتنج. تمام خلينا نحاول نعمل ايه، نقول مثلا ده نحطه كده و بس عشان اشوف الرسمتين، وده نحطه كده. طيب نشوف اللي يحصل، ادي رن تمام، ادي اكس ليميت هنغيرها. طيب هي اصلا ما كانتش متظبطه من 0 ل 10 في الاول عشان احنا رنينا كود تاني. طيب فادي اول لفه زودنا الكيب واحد هوب تمام، بعدين بص اتحركت هنا اتحركت هنا كليك السريع معلش انا اسف، حركة حاجة ايه بسيطة 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 كل ده عشان انا ايه انا اللي بحركها ستيب باي ستيب. طيب جميل جدا، خلينا دلوقتي نقفل اللوب، نقفل اللوب ونرن، هيطلع لنا ايه، هيطلع لنا حاجة خلاص هي كده، يعني اللي طلع دلوقتي في الرسمة هي حاجة خلصت كل الرننج. ليه؟ لأن اللوب اللي احنا بنعملها دي هتخلص ان نو تايم، مش هنلحق احنا نشوف اللي بيحصل، احنا كنا شويه بنشوف التغييرات اللي بتحصل عشان كنا نشوف التغييرات اللي بتحصل عشان كنا احنا بنحرك حته حته بايدينا. تمام طيب هنعمل ايه بقى؟ قبل ما نشوف هنعمل ايه عايزين نقفل كل الرسومات اللي فتحناها دي، عندنا 1 2 3 4 اربع رسومات مفتوحين. تمام زي ما عندنا في الماتلاب في حاجه اسمها كلير او سي ال سي، دي بتفضي الكوماند ويندو، وكلير بتفضي الورك سبيس. في حاجه اسمها كلوز اول، كلوز اول بتعمل ايه؟ كلوز اول بتمسح كل او بتقفل كل الفاريبلز اللي مفتوحه قدامنا. طيب ادي الكود بتاعنا ماشي. في كمان بسيط جدا عبيط خالص لكن ليه استخدام عندنا دلوقتي اسمه بوز. بوز او خلينا نعرف بوز بيعمل ايه، هيلب بوز. بوز ان pauses for n seconds before continuing where n can also be a fraction. The resolution of the time and the platform specific fractional pauses of 0.01 should be supported on most platforms. يعني pause ده بالاخر بيوقف الرننج سي ال سي. خلي بالك لما يظهر السهمين دول معناها ان احنا دلوقتي ممكن نكتب كوماند جديد، ف pause of 8 وعد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 ما بعدش مظبوط قوي. طيب المهم فبوز بيوقف الرننج لمده الزمن اللي انا هكتبه. طيب دي حاجه كويسه، يعني لو انا جيت هنا عندي في الكود ورحت قايل بعد ما اغير عمليه الاكس ليم دي او قبل من الاخر قبل ما الف لفه ثانيه في اللوب اقول له بوز 1 سكند وعندنا رننج. طيب اولا خلينا بس دلوقتي نتفق على حاجه، احنا هنحط دايما في اول الكود كلوز اول عشان كل ما رن يقفل الرسومات اللي مفتوحه قبل كده. تمام طيب فخلينا نعمل رننج دلوقتي، ادي هي الرسم بقى كل ثانيه بيتحرك التغيير او الشيفت البسيط اللي احنا قلنا عليه. طيب انا هقفل دلوقتي. طيب لما قفلت دلوقتي ايه اللي حصل؟ لما قفلت دلوقتي هو لسه جوه اللوب، فهو فتح فيجر جديد عشان هو عشان اكس ليم طالما هي حاجه خاصه بالفيجرز عمال بيشف. طيب عشان اقفل الكلام ده اعمل ايه؟ عشان اقفل الكلام ده لازم اطلع بره هنا كده وادوس كنترول سي. كنترول سي بيقفل البروجرام مش عارف، بيقول له اوبريشن ترمينيتد باي يوزر during ماتلاب مش عارف ايه. طيب حلو جدا، خليها طيب حاجه اصغر شويه، خليها 0.1 seconds run. اللي احنا شايفينه دلوقتي دي حاجه شبه اللي احنا كنا شايفينها
في الـ introductory video، ان احنا عندنا plot والplot ده عمال بيتحرك. ده حصل ازاي؟ ان احنا عملنا كود بيتلاعب بالـ properties بتاعت، عملنا كود بيتلاعب بالـ properties بتاعت الـ figures. طيب بس وقف امتى؟ وقف في الاخر لما الـ x end بقت هي الاصغر، يعني فضلنا نزود في الكي لحد ما القيمة دي بقت اكبر من اكس اند، ساعتها خلص الوايل والكود خلص. طيب خلينا نحاول نلعب لعبة كده حلوة ونقول ايه، ولا دي صعبة صح؟ او ممكن نسيبها كهومورك تول بي انترستنج. انا دلوقتي شرحت لكم ازاي ممكن نحركها في اتجاه الاكس. تمام، اللي احنا عايزين نعمله ممكن ان احنا نخليه يطلع وينزل مع الواي، يطلع وينزل مع الواي. طيب ممكن نسويها ككويز او كهومورك على السيشن دي. طيب عظيم، احنا تلاعبنا بالبلوتس والبروبرتيز بتاعتها. في نقطة بسيطة جدا، افرض انا دلوقتي بعد ما رسمت الرسمة دي عايز اغير البروبرتيز بتاعت فيجر من الفيجرز. فور اكزامبل عايز اعمل حاجة زي كده، انا ممكن اروح انا بنفسي ادوس انا رايت كليك على الفيجر، لو انا اخترت السهم ده وراح ادوس رايت كليك اقول له انا عايز اغير، الله يا سيدي عايز اغير ايه بقى؟ عايز اغير الماركر بتاع ده اخليه دايموند مثلا، حاجة كده مش باينة صح؟ اغير الماركر بتاع ده، هذا مش هيخلص، خليه فين ستار يا محمد؟ اي ستار ايه مثلا. ازاي اعمل الكلام ده بعد ما خلاص خلصت عملية البلوتينج؟ يعني انا دلوقتي عملت بلوت هنا، واحد اتنين تلاتة راحت خلاص، انا كنت اصلا بحدد الكوفيشنز في البلوت. لو كده معناه ان انا لازم ارجع من الاول، اعمل ايه؟ لازم ارجع من الاول ارسم البلوت من اول وجديد. طيب فالحل، الحل كلها ان انت في الماتلاب بيديك القابليه ان انت تعمل حاجه اسمها فيجر ايدنتيفاير او بلوت ايدنتيفاير. ايه البلوت ايدنتيفاير او الفيجر ايدنتيفاير؟ دي حاجه رقم بيعرف، بغض النظر هو بيتحسب ازاي، الرقم ده بيعبر عن الفيجر دي. يعني لما اقول للماتلاب انا عايز سوري البلوت ده، لو قلت للماتلاب انا عايز البلوت اللي الايدنتيفاير بتاعه هو الرقم ده، هيعرف على طول انت بتتكلم على البلوت الازرق ده. ازاي نعمل حاجه زي كده؟ ازاي نعمل حاجه زي كده. طيب خلينا نتكلم على حاجه بقى انا اشتغل عليها في كوماند ويندو شويه. فيجر جديده وبعدين تقول له هولد اون. تمام، طيب تقول له يا برنس عايزين نعمل ايه؟ عايزين نبلوت اكس مع ساين اكس. جميل، طلع حاجة ده. طيب سوري انا نسيت اصلا انا كنت هتعمل دلوقتي، انا اسف. ادي فيجر، ادي هولد اون، وبعدين عايزين نعمل بلوت. عايزين نعرف دلوقتي لو انا عملت بلوت خلاص هيطلع حاجة على الشاشة وانتهى اي علاقة لينا بالفيجر اللي طلع ده. الناس عملت كده، قلت له انا عايز اعمل حاجة اسمها اتش 1 بتساوي البلوت ده، ومش هنحط سيمي كولون عشان نشوف الاتش 1 ده يطلع بكام. طلع لي رقم 491.00193، ولا بالنسبه لي يفرق اي حاجه. الفكره كلها ايه بقى؟ لو انت رحت بعد كده للكوماند تاني اسمه set، set ده بيعمل ايه؟ بتقول له انا عايز الحاجه الايدنتيفاير بتاعها كذا، اعمل لي سيتنج للبروبرتي كذا بالقيمه كذا. طيب فاقول له set، تمام، اقول له set ل اتش 1، او خلينا الاول كده الاول نعمل رسمه كمان، نقول عندنا كوزاين اكس ودي هنسميها اتش 2. تمام، وكوزاين اكس دي يا عم كنا رسمينها بالاحمر وما لهاش ايدنتيفاير دوت وداش اهي، طلع برضو اتش 2 ده رقم تاني. طيب فطلع حاجه كده، الاحمر هو بسم الله الرحيم، الاحمر هو الكوزاين والازرق هو الساين. حلو قوي، عايزين نعمل ايه يا عم؟ ست، عايزين نقول
عايز الازرق ده احط الماركر بتاعه سكوير في سات اتش 1. وبعدين الماركر سكوير بقى كنا نعملها ازاي؟ كليك هنا كده عشان مش فاكر الماركر اسمها ايه، اسمه الماركر بس الماركر وخلاص، واقول له ماركر بين سنجل كوتس اتش 1 بعدين اسم البروبرتي بعدين قيمتها يا معلم سكوير. ادي راح جاب الحاجة اللي الايدنتيفاير بتاعها هو اتش 1، عمل سيتنج للماركر بتاعها بسكوير. طيب الاحلى عايزين يا سيدي الماركر بتاعها ولا حاجة، لا مش فاكر الماركر بتاعها ولا حاجة، دي كانت بتعمل ازاي. طيب نروح، ممكن نروح نشوف البلوت هي بتعمل ازاي. كذا ماركر، صح عبيط اوي يعني، ماركر تقولها نون فيروح يشيل الماركر خالص. حلو، عايزين نخلي اللاين تخنه اكتر، فاحنا هنا بنجيب اللاين تخنه ازاي؟ نقول لو دوست رايت كليك، لو الاسامي المكتوبه هنا هي الحاجات اللي انت عايزها لاين ويدث، فروح هنا اقول له بدل ماركر اقول له لاين ويدث، شايف الكابيتال بصراحه مش شايف الكابيتال ولا سمول او حسب ما انا فاكر يعني، لاين ويدث اقول له عايزه باتنين، فاليو ماست بي نيوميريك، ما ينفعش بقى بتاع لاين ويدث اتنين اهي، فيطلع ان اضخم. طيب خليه اربعه يطلع اضخم واضخم. تمام طيب عايزين نغير الكالر بتاع اتش 2 بقى، فاقول له اتش 2 اللاين ويدث بتاعه يا سيدي ب 2 ضخمنا الاحمر، والماركر بتاعه بلون فمبقاش عنده ماركر، وعايزين نغير الكالر بتاعه نخليه بي، بسم الله الرحمن الرحيم، نخليه بي مثلا لون كده حلو جي اللي هو كان جرين، فيطلع كده. طيب يبقى احنا ممكن فيجرز كانت اصلا موجوده اعرف اتلاعب بالوانها، اعرف اتلاعب بالوانها زي ايه، زي ايه، زي يعني زي ايه، يعني انا عايزين نعمل، ممكن نعمل بالاي بالاكزامبل اللي احنا قلناه ده، انا اسف. طيب ممكن نعمل ايه؟ خلينا نرجع للكود اللي احنا كاتبينه اللي هو ده، وبدل بقى ما انا وانا بعمل بلوتنج عايزين نخزن الكلام ده، نقول في ايه؟ بلوت ايدنت مثلا، وانا بلوت ايدنت اوف اي اي هو الناتج بتاع الكلام ده، فالرسمه رقم واحد البلوت ايدنتيتي بتاعها هيتسجل في فاريبل اسمه بلوت ايدنت اي اي. طيب دي اللي احنا قلنا ده مثال بسيط لحاجه احنا ما شفناها قبل كده. افرض انا قررت ان انا اندكس فاريبل انا ما عملتوش قبل كده، قررت ان انا اندكس فاريبل مش ان انا اقرا منه، انا حاليا بعمل ايه؟ باخد فاليو هتطلع لي من بلوت احطها في فاريبل ولا عمري شفته وبعمل له اندكسنج، مش هيعترض خالص، هو هيعترض حاجه تانيه دي ممكن يعني هيعترض ايه؟ بيقول لك الفاريبل اللي اسمه بلوت ايدنت appears to change size on every loop. مشكلته في الحقيقه ان انت ايدنت، هو بيحاول يعني من الكودنج الصحيح حتى من ايام السي ان انت لما تعمل، لو تعوز تستخدم اري او فيكتور او حاجه زي كده انت تعمل له بري الوكيشن، لكن هل هو معترض على كونسبت ان انت بتقول فاريبل لاول مره؟ لا مش معترض. فالكود ده سو فار هو هنا فيه ورننج لكن ده مش ايرور، تمام؟ طالما هنا دي برتقاني ده ورننج لكن مش ايرور، فاحنا مش قصتنا حاليا دلوقتي الموضوع، بس هنشوف كونسبت. طيب فلو عملت كده هتلاقي البلوت ان تي اي اي لكل واحد يطلع لي حاجه. طيب حلو جدا، خلينا نحط بريك بوينت اهو ونسيف. فالمفروض ان انا بعد ما اعدي اللوب دي واوصل لهنا يكون عندي بلوت ايدنتيتي فيها ثلاثه فاليوز. طيب رن، وصلنا لهنا بلوت ايدنتيتي، تعال نبص على دي حاجه ظريفه جدا برضو، يعني انا اسف ان الكلام ده انا كنت بفضل يعني انا بعمله دلوقتي كده عشان تشوفوه احسن واحنا شغالين بدل ما يبقى مجرد داش 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 ورا بعض. واحنا بنعمل ديبوجنج لما نحط بريك بوينتس والنقطه تقف، هتلاقي ان انت لاول مره السهمين دولت ما بقوش سهمين بس، بقوا سهمين وجنبهم كي، معنى كده احنا في ديبوجنج مود دلوقتي، والاوبريشنز اللي انت بتعملها دي يعني انت ممكن دلوقتي حاليا واحنا واقفين تزود فاريبلز جديده البروجرام يستخدمها بعد كده حتى لو انت ما كنتش حاطه في الكود، مفيش مشكله. المهم الكي دي معناها ان احنا بنعمل ديبوجنج. طيب عايزين نشوف بقى الحاجه اللي احنا وقفنا عندها، نشوف بلوت ايدنتيتي فيلاقي
ان فيها ثلاثه فاليوز، الفاليو دي بتاعت اول بلوت، الفاليو دي بتاعت تاني بلوت، الفاليو دي بتاعت تالت بلوت. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين يا سيدي نسمي فاريبل تاني اسمه colors، وcolors ده نحط فيه ايه؟ نحط فيه، احنا اصلا كنا حاطين الالوان ايه؟ بلو صح؟ و ريد و كي. طيب بلو ريد وكي، حلو جدا، احنا اصلا كنت ديبوجينج بقى دلوقتي. طيب عايز نعمل ايه بقى؟ عايزين نقلب الالوان ما بينهم. شوف دي بقى، نقلب الالوان، يعني اللي كان احمر، اللي كان ازرق يبقى احمر، واللي كان احمر يبقى اسود، واللي كان اسود يبقى ازرق، كل ما اتشفت قلب قلب قلب. طيب الوحش ايه صح؟ نعملها ازاي؟ تقول له بقى ست ست بلوت ايدنتيفاي، المفروض تقول له اي اي صح؟ اختار واحد واحد، بلوت ايدنتيفاي اي، بلوت ايدنتيفاي اي يا معلم. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنغير الكالر بتاعه، نحط مكانه ايه؟ المفروض ان انا هنا احط تكست صح؟ لو قلت له colors، لو قلت له colors، لو قلت له colors of واحد كلهم التلاتة، طبعا لو انا اي دي عرفت اتصرف فيها دلوقتي هنشوف ازاي نعملها، كل التلاتة هيبقوا ارقامهم ببلو، لو قلت اتنين هيبقى كل التلاتة ارقامهم ب red، لو قلت كلهم هيبقوا ارقامهم ب هيبقوا ارقامهم ب ايه؟ هيبقوا ارقامهم ب بلاك. طيب اول حاجه عايزين نلف على الثلاثه اي، فنقول 4 اي بيساوي من 1 ل 3، اند انا اسف الكود ده يعني از جروينج، لكن يعني وبقى شكله كبير شويه يعني معقد، لكن لو ماشي معايا من الاول هتلاقي الموضوع ما هوش صعب. احنا بدانا بحاجه بسيطه ان احنا بس خلاص دلوقتي عدينا مرحله الشيفتنج، دلوقتي بنحاول نغير الالوان. equal to صح، ده كلام هو ده كلام سليم. طب احنا عايزين نقفل ده كده اوكي ونرجع نرن تاني، انا اسف صح ماشي. فاللي بيحصل ايه؟ احنا كل شيفتنج بنبدل الالوان. ده بيحصل ازاي؟ بس خلينا نوقف كده. ده بيحصل ازاي؟ كالاتي، اولا من غير ده المفروض ان الكود ما فيهوش مشاكل، ده اللي احنا عملناه من شويه اللي هو لان لغيت الفور لوب دي، ده اللي احنا عملناه من شويه ان احنا بنعمل اكس لم بعدين بنشفت الاكس وهكذا. اللي احنا عملناه زياده هو الجزء ده تمام. ايه الجزء ده؟ انا بقول ان انا عايز لو انا المفروض اعمل ايه؟ انا الكالر بتاعي بلو صح؟ الكالر بتاعي بلو ده في اول لفه لما الكي تبقى بصفر، لما انا الكي تبقى بواحد عايز اسمها الار، ولما كي تبقى باتنين عايز اسمها للاسود، وبعدين لما كي تبقى بتلاتة عايز ارجع البلو تاني. فانا عايز لما اي، عايز لما اي تبقى واحد صح؟ عايز لما اي تبقى واحد، او يعني لما الكي تبقى، لما كي تبقى بتلاتة او بستة او بتسعة ارجع تاني تلاتة او ستة او تسعة ازودها على الاي بتاعتي ارجع تاني انا لكالر نمبر 1 تمام. طب فده اللي هيحصل، اي لما زودت على 3 وقسمت على 3 انا اصلا 1 زائد 3 قسمت على 3 يفضل 1 فبقيت انا كده. طب انا اصلا كنت 2، 2 جمعت عليها 3 وقسمت على 3 فاضل 2 وهكذا تمام. لحد مش فاهم الكود ممكن نفتح ديسكشن بسيط للكلام ده على بيتزا ونشوف الكلام ده ممكن نعمل فيه ايه. طيب فسو فار احنا خدنا ايه في الفيديو؟ الفيديو ممكن يكون طويل شويه، لكن ان انت تجرب الكونسبت بتاعت ازاي تتحكم في البلوتس دي احد الحاجات المهمه جدا في الماتلاب، وازاي ممكن تستخدم الفور لوبس والوايل لوبس، والوايل لوبس زي ما احنا عملنا من شويه تمام، ان انت تتحكم في شكل البلوتس تمام. انت ممكن ترسم اي عدد من البلوتس اللي انت عايزه باستخدام فور لوب زي اللي احنا عملناها فوق هنا دي، وممكن تتحكم في اي نمبر اوف فاريبل سوري في اي نمبر اوف بلوتس بان انت تاخد بلوت ايدنتيفاير تخزنه عندك زي ما احنا عاملين، وبعدين تغير الفاليوز بتاعته زي ما احنا بنعمل كده اهو تمام. احنا كان ممكن نلعب في حاجات تانية غير الارقام، احنا دلوقتي سوري غير الالوان، كان ممكن نغير سايزز، كان ممكن نغير
كان ممكن نغير ماركرز، كان ممكن نخلي اصلا لو انت شلت الماركر وشلت لو انت شلت الماركر وشلت اللاين ممكن تخفي البلوت خالص، ممكن تلعب بالليجند، ممكن تعمل اللي انت عايزه. تمام، اهم حاجه ازاي تعرف تعمل ده باستخدام الكود. الجزء التاني من السيشن هنكمل كلام على بقيه انواع البلوتس.